فاني حقي يعني طلعت اقول ابتزاز، اقول مساومه، اقول تهديد. بالبدايات انا حتى بيتي غيرته، خصمي طليق بيتي يوميه يدز لي عشائر، يوميه يدز لي شيوخ، يوميه يدز، حتى اضطريت انه اغير بيتي. الطفله حرمني من الطفله وسيله ضغط، لانه اطالب بحق بيتي، اطالب باعاده التحقيق، اطالب باملاكها اللي زوروها وتركتها، قامها وسيله الضغط حتى البنيه حرمني من عندها. القانون وفاء القانون، يعني قرار عام انطوني توسع بالمشاهده الكل، شمل الكل، 4 مرات بالشهر لمده 6 ساعات. انا طبعا ما احصل غير مره، ما يخالف غير مره اخذها 6 ساعات. سوى ميز، حاط له محامي لا يخاف الله ولا شيء. المحامي انت شغلتك انسانيه، قول له يا ابن الناس انت عندك بينك وبينها مشاكل او خصومات او محاكم، هاي صله رحم معلقه في عرش الرحمن تستغيث، خلي الطفله تروح ببيتها. انا في هذا العمر ميزه، راح ميز المحامي قال له تعال ميز حتى تحرمها من الطفله، تشوفها مره واحده وساعتين بالمحكمه، هاي وسيله ضغط. اشوف بتبتي بالمحكمه، المحكمه مليانه جرائم، مليانه مشاكل، مليانه امراض. احنا مو نقول مصلحه الطفل اولا، لا مصلحتي ولا مصلحته، مصلحه الطفل. نعم. تمام ست سعدت؟ نعم. زين، زين اذا مصلحه الطفل بالمحكمه الله عليك اشوفها ساعتين وهاي شنو؟ هذا تلاعب، حتى الطفله تضوج، حتى تقول انا بعد ما اجي. حتى تقول انا ما اجي اضوج، اختي نقت من المحكمه، كلها مجرمين، واني اذا اقعد بالمحكمه 10 دقائق جسمي كله ينمل، عظامي ورا بنتي راحت، صارت عندي هشاشه وروماتيزم وما اقدر اقوم. يصير اشوف بنتي انا بالمحكمه يقطرون لي مثل القطاره، هاي وسيله ضغط حتى اتنازل عن قضيه بنتي واتنازل عن حقوقنا. لاحظتي شلون التلاعب؟ لاحظتي شلون الظلم؟ بقى شيء سيده خالده ما ذكرتي. وهو يعني بقى شيء اخر حابه تضيفيه؟ لان حضرتك حقيقه باللي ذكرتيه ربما فتحتي جراحات وطن بامه. يعني ربما يعني الجريمة المغدورة رحمها الله دكتورة رفيف الياسري مثال بسيط لحجم الجرائم التي ترتكب بحق أبناء هذا الشعب العظيم، وبالتأكيد نقدر عاليا حقيقة. شوفي سسعدت أنت إذا تقولين فتحت جراح، أنا جراحي مفتوحة صارت 3 سنوات تنزف، جراحي تنزف على بنتي. أنا بنتي تعنيني الحياة، بنتي أنا من هي الطفلة الصديقة والحبيبة والبنت والأخت وكل شيء بحياتي. أنا حتى تعلق ببيتها، أشم ريحتها، كل شيء ما أريد. يسوي لي إشاعات ويسوي لي إنه طامعة بفلوسها ما أعرف شنو، أنا أريد أشم ريحة بنتي يا عالم. بالطفلة بنتي دنيا، بنتي حياة. صفحاتهم التسقيطية، أمها قتلتها، أمها حرقتها، أمها ما أعرف أمها شنو هالأم هذه والله ما أعرف. هذه ضغط لو مو ضغط؟ لا يحرموني من بيتي، يحرموني من بيت بيتي، يحرموني من ترك. زين أوكي، أكو شغلة مهمة، أنت هسه أنا هذا بيتي أبيعه، أنا أبيع بيتي، يصير أنت تجي تدفعين ضريبة عن بيتي؟ يصير؟ سأل السؤال. لا طبعاً هسه اني هسه ملزمه للضريبه ب 24 مليون ادفع، انه انت شريكه بمركز على اي اساس؟ هو طلعني وطلع اخوته وطلع ابوها وطلع الدنيا كلها. زين انا ادفع ضريبه 24 مليون ماليش؟ هذا مو يثبت حقي انه اني هو انتحل صفه الزوج وجاب شهود زور وحلفوا انه هو مو طليق امه وابوه؟ اللي اني هم من مكانكم اناشد امه وابوه، وين تروحون من الله؟ لا بريئين الذمه، عندكم ولد تروحين على امه وابوه يقولك احنا بريئين من عده، يوم يذب جريش ويا محمداوي، يوم يذب جريش ويا ياسري، نوبه يذب جريش ويا ربيعي، اخر شيء هسه جريش ويا زيرجاوي. وهسه عندنا قضية بمركز شرطة من حاليا بغداد على بنات، يدز بنات، نعم بغض النظر رجال شيوخ.